السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحيحة مزيانة؟ اتمنى ربي تكونوا في احسن الاحوال. بداية اسبوع موفق للجميع ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم العلم ونور مع نعيمة. اليوم عندنا درس جديد في اللغة الفرنسية، لي سالوتاسيون اون فرونسي، التحيات بالفرنسية. قبل ما نبداو الدرس ديالنا، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. لي سالوتاسيون اون فرونسي، قلنا التحيات ب الفرنسية. غادي نشوفوا شنو هي هاد التحيات، الاوقات فاش كنقولوا هاد التحيات، وشنو هي الانواع ديال هاد التحيات. تبعوا معايا للاخر لان هاد الدرس هذا جد جد مهم. لي ساليتاسيون اون فرونسي، التحيات بالفرنسية. سالويي بوندون لي مومون دو لا جورني، تحية خلال اوقات اليوم. في اليوم كنشوفوا اوقات مختلفه، الصباح، الظهر، بعد الظهر، المساء، الليل. هذه الاوقات المختلفه كل وقت والتحيه المناسبه ليلو. عندنا بونجور، بون جورني، بون ابري ميدي. بونجور صباح الخير، بون جورني نهارك سعيد، بون ابري ميدي عمت مساء. هاد التحيات الثلاثه يمكننا دي بوندون لا جورني، يمكننا نقولهم خلال اليوم من 6 اور ا 18 اور. يعني هاد التحيات بونجور، بون جورني، بون ابري ميدي يمكننا نقولهم من 6 الصباح حتى 6 ديال العشيه. بونجور يمكننا نقولوها في الصباح، بون جورني يعني خلال اليوم، يعني نهارك سعيد، يعني نهار كامل نهارك سعيد. وبون ابري ميدي يعني عمت مساء، يعني من العصر من 6 تقريبا. عندنا تحيات اخريات، عندنا بونسوار، بونسواري، بونسوار مساء الخير، بونسواري هي أمسية سعيدة. utilisé pendant la soirée et la nuit à partir de 18 heures environ. هاد التحيات بونسوار، بونسواري يمكننا نستعملهم خلال الأمسية، نستعملهم في المساء ونستعملهم في الليل، انطلاقا من 6 مساء تقريبا. يعني من 6 الصباح ل 6 العشيه يمكننا نستعملوا التحيات ديال النهار، بونجور، بونجورني، بون ابري ميدي. ومن 6 العشيه الفوق تقريبا يمكننا نستعملوا بونسوار، بونسواري. مفهوم؟ عندنا بون نوي، بون نوي ليله سعيده. يوتيليزي بور سويتي ا كيلكان بون نوي، بون نوي يمكننا نستعملوها في الليل، يعني تقريبا 12 الليل، اللي كتقرب 12 الليل يعني كندخلوا في الليل، يعني الليل مزيان، كنقولوا بون نوي. يعني فاش كنبغيو نعسو كنقولوا لبعضياتنا بون نوي، يعني كنتمنوا واحد الليله سعيده لبعضياتنا. مفهوم؟ بون نوي ليله سعيده. يوتيليزي بور كنستعملوها باش نتمنوا نشي واحد ليله سعيده، كنقولوا له بون نوي يعني ليله سعيده. مفهوم؟ عندنا واحد التحيه اخرى، الو، الو. فوقاش كنستعملوا الو؟ لوغسك ريبون او تيليفون، يعني مي كان يرن التليفون كنقولوا الو. هذه واحد التحيه كنستعملوها ملي كنبغيو نردوا على التليفون. مفهوم؟ عندنا سالو، سالو. سيت سالوتاسيون بو اتر يوتيليزي بور كومونسي او فينير اون كونفرساسيون. هاد سالو يعني سلام، كنقولوا سلام، سالو. كنستعملوا هذه التحيه هذه ملي كنبغيو نبداو واحد المحادثه او كنهيوها، كنجيو نتحدثوا مع شي صح، عفوا مع شي شخص، كنقولوا سالو وكنتكلموا معاه، وملي كنبغيو نسالي كنقولوا عاوتاني سالو وكنمشيو بحالنا. مفهوم؟ سالو يعني سلام، سيت سالوتاسيون هاد التحيه هذه نقدروا نستعملوها، بو اتر يوتيليزي بور كومونسي، يمكن نستعملوها عند بداية أو نهاية المحادثة. مفهوم؟
هذه هي انواع ديال التحايا، يعني تحيات. عندنا بونجور، قلنا بون جورني، بون ابري ميدي، بون سوار، بون سواري، بون نوي، الو، سالو، يعني تحيات مختلفه. وكت كترافق كل وقت في النهار، يعني من بدايه الصباح حتى نهايه الليل. أتمنى تكونوا استفدتوا. نمر الآن إلى أنواع التحيات الأخرى. لي سالوتاسيون أون فرونسي، عندنا لي سالوتاسيون فورميل و لي سالوتاسيون انفورميل. الأنواع ديال التحيات، عندنا لي سالوتاسيون فورميل هي التحيات الرسمية، و لي سالوتاسيون انفورميل هي التحيات الغير الرسميه. التحيات الرسميه كنستعملوها مع الاشخاص اللي كبار مننا في السن، او الاشخاص اللي ما كنعرفوهمش كنعملوا معهم الرسميه. بالنسبه للاشخاص اللي كنعرفوهم واللي قدنا في السن، يعني كنرفعوا ديك الرسميه وكنتحدثوا معهم عادي. في لي سالوتاسيون فورميل كنقولوا بونجور مدام، بونجور مدام، ولا بونجور مسيو، صباح الخير سيدي، او لا صباح الخير سيدتي. كنقولوا عاوتاني بونسوار مسيو او بونسوار مدام. بالنسبه للاشخاص اللي كنعرفوهم او اللي قدنا في السن، كنقولوا لي سالوتاسيون انفورميل، يعني كنحيدوا الرسميه وكنهضروا معاهم. كنقولوا بونجور، كنا نقولوا مع بونجور، وممكن نقولوا سالو او الو. اشخاص اللي ما كنعرفوهمش او كبار مننا، ما نقولولهمش سالو، كنقولوا بونجور ولا بونسوار. اشخاص اللي كنعرفوهم او قدنا، كيمكننا نستعملوا كلمه لومو سالو، نقولوا لهم الو، بونجور، عادي. بالنسبه للسؤال على الاحوال، كومون طاليفو، بالنسبه غير الرسميه او انفورميل كنقولوا كومون فاتي، كومون سافا. علاش قلنا هنا فو وعلاش قلنا هنا تي؟ فو كنستعملوها للاشخاص اللي واخا يكون شخص واحد كنتكلموا معاه وما كنعرفوش او كبار مننا، كنستعملوا فو يعني للتقدير والاحترام، يعني كنعملوا الرسميه مع الاشخاص اللي ما كنعرفوهمش او الاشخاص اللي كبار مننا. واخا يكون شخص واحد كنستعملوا فو، كومون طالي فو. ولكن الشخص اللي كنعرفوه او قدنا كنقول له كومون فاتي، مفهوم؟ بالنسبه لي سالوتاسيون فورمين كنستعملوا سافا تري بيان، حتى هي كنستعملوها مع الاشخاص اللي كنعرفوهم، كنحيدوا الرسميه كنعملوا سافا تري بيان، كنعملوا سافا بيان حتى هي كنقولوها سافا بيان في ان فورمول، كنعملوا سافا كوم سي كوم سا، سافا با مال، كنقولوا سافا با مال في لي سالوتاسيون ان فورمين. سافا با مال هي يعني لا باس، كتقولوا كومون كومون فاتي، كيقول لك سافا با مال، يعني لا باس. بالنسبه للسالوتاسيون فورميل كنقولوا سافا كوم سي كوم سا، يعني الشخص يعني اللي كبر مننا او ما كنعرفوش، كيقولنا سافا كوم سي كوم سا. يمكن نستعملوا هذه العباره، هذه هي شويه مره هكذا مره هكذا، فهم؟ سافا تري بيان هي مزيان، انا بخير، انا بخير، او صحتي صحتي جيده، سافا تري بيان. قلنا حتى هي كنستعملوا سافا تري بيان. سافا بيان يعني انا بخير، سافا بيان حتى هي انا بخير، سافا كوم سي كوم سا يعني على ما يرام، سافا با مال يعني لا باس. بالنسبه لي سالوتاسيون انفورميل، لي سالوتاسيون فورميل كنا نقولوا سافا با بيان، انا لست بخير. حتى في لي سالوتاسيون انفورميل كنا نستعملوا عباره سافا با بيان. بالنسبه لي سالوتاسيون فورميل كنا نستعملوا او روفوار، يعني الاشخاص اللي كبر منا او ما كنعرفوهمش كنقولوا لهم او روفوار. بالنسبه للاشخاص اللي كنعرفوهم او قدنا في السن كنستعملوا عبارات مختلفه، يمكننا نقولوا او روفوار، يمكننا نقولوا باي، او فوايا وداعا، باي باي كنقولوا باي، ا بلوتار يعني اراك لاحقا، ا بلوتار، ممكن نقولوا ا بيانتو، الى اللقاء، مفهوم؟ هاد العبارات الاربعه يمكن نستعملوها مع الاشخاص اللي ما كنعملوش معاهم الرسميه، يعني انفورميل، او روفوار، باي، ا بلوتار، ا بيانتو. بالنسبه للاشخاص اللي كنستعملوا معاهم الرسميه هي او روفوار، كنستعملوا او روفوار مدام، او روفوار مسيو، او روفوار مادموازيل،
مفهوم. نتمنى يكون الشرح واضح وتكونوا استفدتوا. نمر الان نقدم بعض الامثله على شكل ديالوج او محادثات لمزيد من الفهم. لي ساليتاسيون اون فرونسي. عندنا بعض الحوارات او الديالوج بالفرنسيه كنستعملوا فيهم التحيات. مثال عندنا لي ساليتاسيون اللي كنعملوها مع الاشخاص اللي كنعرفوهم او اللي قدنا في السن. وعندنا لي ساليتاسيون فورميل يعني يمكن نستعملوهم مع الاشخاص اللي كبر منا او ما كنعرفوهمش. شوفوا المثال الاول. عندنا ناديه اي جمال. ناديه اي جمال يعني كيقراو في نفس ليكول. الحوار اللي دار بين ناديه وجمال هو هذا. ناديه سالو جمال، سالو جمال، سلام جمال. رد عليها جمال سالو ناديه. شتي طريقه الحوار؟ يعني هما كيعرفوا بعضياتهم في المدرسه، قد بعضياتهم في السن، يعني يمكن لهم يستعملوا غير سالو، يمكن لهم يستعملوا حتى بونجور ماشي مشكل. ناديه سالو جمال، سالو ناديه. ناديه كومون فاتي. شتي استعملنا تي كومون فاتي. وكان شي واحد كبر منا وما كنعرفوش كنقولوا كومون طاليفو. مفهوم؟ هادو قد بعضياتهم يمكن لهم يستعملوا كومون فاتي. جمال جو في بيان. اي توا؟ انا بخير. وانت؟ جو في بيان. اي توا؟ ردت عليه ناديه با مال، لا باس، با مال. دي جمال. ناديه قالت لجمال ا كي لوغ اي تا كلاس دو فرونسي. في اي ساعه عندك حصه اللغه الفرنسيه؟ دي جمال ا كي لوغ اي تا كلاس دو فرونسي. جمال جي لو فرونسي ا 9 اي توا؟ جي لو فرونسي ا 9 اي توا؟ انا عندي حصه الفرنسيه في 9 وانت؟ ناديه سوبر مو اوسي. ا بيانتو جمال. سوبر رائع. تفاجات رائع. مو اوسي انا ايضا، يعني حتى ناديه عندها الحصه الفرنسيه مع 9. مفهوم؟ ا بيانتو جمال. قالت له الى اللقاء جمال. جمال رد عليها ا توت الوغ ناديه. ا توت الوغ ناديه يعني يعني غادي نشوفها يعني قريبا. ا توت الوغ ناديه. مفهوم؟ هذا الديالوج يستعملوه الاشخاص اللي قرب من بعضياتهم في السن او كيعرفوا بعضياتهم. نشوفوا التحيات اللي يمكن نستعملوهم بالنسبه للاشخاص اللي كبر منا او ما كنعرفوهمش. مثلا بونجور مسيو، او بونجور مدام، او بونجور مادموازيل. كومون طاليفو؟ استعملنا فو لان هناك الرسميه يعني لي سالوتاسيون فورمال. كومون طاليفو؟ ولا كان الشخص كنعرفو كنا نقولو له كومون فاتو. كومون طاليفو؟ سافا بيان ميرسي. اي فو؟ اي فو؟ واخا يكون جوج الاشخاص كيتحدثوا مع بعضياتهم، يعني شخص مع شخص كيقولوا بعضياتهم فو يعني للتقدير والاحترام. Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Ça va très bien. يعني أنا بصحة جيدة أو أنا بخير. Au revoir. استعملنا au revoir. هنا استعملنا à bientôt. استعملنا à tout à l'heure. ولكن استعملنا هنا au revoir للرسمية. Au revoir. Très heureux. Très heureux de faire votre connaissance. يعني انا سعيد بمعرفتك. يعني يعني الشخص الاخر رد عليه انا سعيد بمعرفتك. مفهوم؟ très heureux de faire votre connaissance. bonne journée. نهارك سعيد. نقولوا bonne journée monsieur ولا bonne journée madame، bonne journée mademoiselle، او bonne journée احمد، bonne journée سعيد، bonne journée ناديه الى اخره. هذا كان مثال لي ساليتاسيون فورميل، وهذا كان مثال لي ساليتاسيون انفورميل.
مفهوم. نمر الآن إلى التحيات بالعربية ومترجمة بالفرنسية لإغناء الرصيد المعرفي فقط. نمر الآن بعض الأمثلة تحيات بالفرنسية مترجمة باللغة العربية. يمكن نستعملوا التحيات مع الأشخاص اللي كنعرفوهم، مع الأشخاص اللي كبار مننا. عندنا سالو، أهلا أو سلام، بيانفوني، مرحبا، بيانفوني مسيو، بيانفوني مدام، بونجور، صباح الخير، بونسواغ، مساء الخير، بونجورني، نهارك سعيد، بونسواغي، أمسية سعيدة، بونوي، ليلة سعيدة، كومون طاليفو، كيف حالك، كومون فاتي، كيف حالك. عندهم نفس الشرح باللغة العربية. هنا استعملنا كومون طاليفو للتعظيم، يعني للاحترام والتقدير عندك الشخص اللي كبر مننا. كومون فاتي نستعملوا الأشخاص اللي قدنا. بامال، لا بأس، وي سافا، نعم بخير، او غوفوار، وداعا، ابيانتو، الى اللقاء، ابيانتو، اتوت الور، في الحال، سيل فو بلي، سيل تو بلي، من فضلك. عندهم نفس الشرح، سيل فو بلي للتعظيم، سيل فو بلي. واخا كنكونوا نهضروا مع شخص واحد كنقولوا له سيل فو بلي، ولكن داك الشخص يكون كبار مننا باش يعني كنحترموه كنقولوا له سيل فو بلي. اكسكوزي موا، معذره، اكسكوز موا، معذره، اكسكوزي موا، استعملنا او زد يعني فو دوزيام بيرسون دو بلوريال، فو، فو، اكسكوزي موا، يعني واخا يكون شخص واحد كنقولوا له اكسكوزي موا، داك الشخص كبر مننا كنحترموه كنعملوا له كنقولوا له اكسكوزي موا. باردون، اسف، بون شانس، حظ سعيد، مسيو، سيدي، مدام، سيدتي، مادموزيل، انستي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس مزيان، ونتمنى يكون الشرح كان واضح، حاولت نبسط قدر المستطاع. شكرا للمشاهدة، والى اللقاء في الفيديو القادم.